اهلا بيكم من جديد. لسه مكملين في الفيديو اللي فات، عرفنا البلان اللي هنمشي عليها علشان ننفذ المتطلبات المسبقة قبل دخول مجال الترجمة. فانا هفترض انك خلاص مشيت على الخطوات اللازمة وحققت اهدافك، ودلوقتي عندك من اللغة المنقول منها ومن اللغة المنقول اليها مستوى يؤهلك لانك تبتدي تتدرب على الترجمة. في الفيديو ده هنتكلم عن التدرب الذاتي على الترجمة، وفي فيديو آخر هفرق لكم بين التدرب الذاتي وبين التدرب في مكتب أو في شركة. فخلونا هنا في موضوعنا، وخلونا نركز إيه هي طرق التدرب الذاتي على الترجمة. عندنا طريقتين roughly speaking. يعني الطريقة الأولى هي الترجمة العكسية. لنفترض إنك هتترجم من الإنجليزية إلى العربية، فكل ما عليك انك تعمله في الطريقة دي هو انك تترجم الجملة من الانجليزية الى العربية، وترجع تترجم من العربية الى الانجليزية، وتشوف نقصك فيها ايه، ترجمتك نقصت ايه عن الاصل، وتبتدي تحسن الكلمات اللي نقصتك، تحفظها وتفهمها، والمرة اللي جاية لما تترجم من العربية الى الانجليزية هتطلع ترجمتك دقيقة. يمكن مش دي افضل طريقة انا بحبها او انا بعتمدها للمترجمين لما باجي أنصحهم يتدربوا إزاي على الترجمة. الطريقة اللي دايماً بعتمدها هي مقارنة الترجمة. يعني إيه مقارنة الترجمة؟ يعني بجيب نص مترجم بالفعل bilingual text، وده متوفر على موقعي الإلكتروني ومتوفر في رابطة المترجمين الفريلانسرز، وبشوف المترجم ترجم إزاي. لنفترض اني هترجم نص من العربية الى الانجليزية او العكس. خلونا نفترض اننا هنترجم نص من العربية الى الانجليزية. بشوف المترجم ازاي ترجم النص الى الانجليزية، وابتدي اقارن ترجمتي بترجمته. اترجم زيه، يعني اقرأ فقرة من النص الاصلي وفقرة مترجمة، وتناسى وجود النص الاصلي واخفيه عن عيني تماما، وابتدي اترجم انا بنفسي، واشوف المترجم ترجم ازاي وانا ترجمت ازاي، واقارن ترجمتي بترجمته، واشوف ايه اللي ناقصني. ناقصني اسلوب، ناقصني ربط الجمل ببعضها، ناقصني تقسيم الجمل لو بترجم الى الانجليزية، ولا ايه بالظبط اللي ناقص. ناقصني كلمات فوكاب، ناقصني اعرف ازاي المترجم اشتغل واستغل الكلمات وحطها في سياقها استغلال صحيح، وازاي الكلمة ليها معاني مختلفة، ازاي هو اختار المعنى الصحيح من بين المعاني الكتيرة والدلالات الكتيرة للكلمة واستخدمه في الترجمة، وبعمل لنفسي جلوسري زي ما هنشوف مع بعض تغل فيه. خليكم معايا. زي ما قلت في الحل ان من طرق التدرب الذاتي على الترجمة هي مقارنة الترجمة. تعالوا مع بعض في الفيديو ده نشوف لو عندنا نص بايلينجوال ازاي هنقدر نتدرب عليه. اخترت لكم النهاردة حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، واريد ان اخبئ دعوتي شفاعة لامتي في الاخرة. صحيح البخاري. تعالوا نشوف المترجم ترجم ازاي. Narrated by Abu Huraira. May Allah be pleased with him. Allah's apostle, may peace be upon him, said, For every prophet there is one special invocation that will not be rejected, with which he appeals to Allah, and I want to keep such an invocation for the interceding for my followers in the hereafter. بخاري. بعد ما قرأت النص الأصلي، كل ما عليك إنك هتبتدي تشيل النص ده، تعتبره مش موجود وتترجم أنت. واحدة بواحدة هتبص تلاقي كل مرة بتترجم فيها النص هتلاقي ترجمتك بتتحسن. ولو أنت في الأول ما كنتش عارف يعني إيه narrated by
المرة اللي جاية خلاص انت حفظتها، ما كنتش عارف تقول رسول الله ازاي هتقولها هتبقى عارف انها خلاص معناها ابوصل، ما كنتش تعرف يعني ايه النبي هتبقى عرفت خلاص انها بروفيت، مش عارف يعني ايه شفاعة هتبقى انترسيشن او انترسيدنج. واحدة بواحدة السياق نفسه هيتحسن، طريقة فهمك للسياق هتتحسن، طريقة ربطك للجمل وللفقرات هتتحسن، وبالتالي لو ترجمت الحديث ده 3 مرات المرة الرابعة إن شاء الله مش هتغلط فيه ولا غلطة. ودي طريقة من الطرق اللي انت لو عايز تتمرن مثلا على عقد ممكن جدا ان انت تجيب العقد والترجم وتشوفه فقرة فقرة، وده هتلاقي عقود مترجمة كثيرة في كتابي الميسر للترجمة القانونية المتاح في كل المكتبات اللي أنا بعلن عنها دايما على الموقع وعلى صفحتي، والمتاح مجانا لكل من لا يستطيع شراءه. هتلاقوا فيه نصوص مترجمة، نصوص قانونية مترجمة تقدروا تتدربوا عليها، هنزل لكم كمان على الموقع الإلكتروني تقدروا تستفيدوا من النصوص، وتمسك العقد تتمرن عليه فقرة فقرة 5 مرات، يعني كل عقد تترجمه 5 مرات وتقارن ترجمتك بترجمة العقد. المرة السادسة وأحيانا الخامسة كمان بتكون ترجمتك near perfect، ودي من الطرق الجميلة جدا اللي هتساعدكم في التمرن على أي مجال انتوا حابين تشتغلوا فيه. في البداية خليك متنوع، يعني خلي اختيارك للنصوص متنوع، اقطف من كل بستان زهرة، يعني اتمرن على نصوص تعليمية، على الأخبار، على النصوص دينية، على نصوص أدبية، علشان تبتدي ما تملش أولا، وعلشان تبتدي تعرف عن كل مجال انت ممكن تشتغل فيه. وبعدين ليكن مثلا انت عندك في سنة تالتة أو في تانية أو ما شابه، أنا بشتغل السنة دي على الترجمة الدينية، ممكن بقى هنا ابتدي اكثف شويه في الترجمه الدينيه علشان احسن مستوايا، وفي نفس الوقت استفيد من اللي بدرسه في الجامعه وابقى بطبق عملي. كل يوم لو ترجمنا لمده ساعه او ساعه ونص على مدار شهرين او 3 المستوى بيبتدي يفرق، ولو طولنا المده دي لست شهور او سنه هتخرج من الفتره بتاعه التدرب الذاتي على الترجمه تلاقي نفسك عندك مستوى معقول جدا تقدر بيه تروح لاي شركه، وده اللي هنعرفه في الفيديو اللي جاي. قبل ما ننهي الفيديو ده عايزه اقول لكم ان مش دي الترجمه الدقيقه للحديث ولا هي الترجمه الوحيده، وانا كمان لاحظت وانا بقرا الحديث معاكم ان المترجم سايب may الله be pleased with them، مش مكمل وعلى اله وسلم، هو بيقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يبقى نسينا نقول احنا ما دام في صلى الله عليه وسلم بنقول may the peace and the blessings of Allah be upon him، ومدام ذكر وآله him and his family، ولو قال وصحبه his family and companions وهكذا. لكن احنا بنستفيد واحنا بنتمرن على ترجمات الغير، ونقدر كمان نطلع فيها اخطاء، دي ما فيهاش مشكلة، ما فيش حد فينا ما بيغلطش، لكن على الاقل واحدة بواحدة بيبقى عندك عين الناقد. في البداية ممكن تكون مش عارف ايه اللي ناقص او ايه اللي غلط، لكن واحدة واحدة وكل ما مستواك يتحسن عينيك بتبتدي تطلع الاخطاء. من المهم كمان وانت شغال على الترجمة أو مقارنة الترجمة إنك تعمل لنفسك قاموس زي ده جلوسري، تبتدي تطلع كل كلمة جديدة أو حاسس إن استخدامها في السياق كان مختلف عن طريقة استخدامك أنت الشخصية ليها، وده بيفيدك جدا. أنا دايما بقول إن ما بحبش حفظ الكلمات المقطوعة من سياقها، لكن أنت كده بتحفظ الكلمات في السياق، قدامك حديث وبتطلع الكلمات في سياقها، فلما تيجي بعد كده تترجم حديث هتترجمها narrated by أبو هريرة. انا دايما بشوف ان narrated by بتبقى رواه ابو هريرة. برضو من الحاجات المهمة اللي محتاجة اركز معاكم فيها اني لو بقول عن ابي هريرة انا شخصيا هقولها on the authority of ابو هريرة، لكن انا حبيت اوريكم بعض الامثلة اللي ممكن تلاقوها بسهولة جدا على الانترنت، واقول لكم ان مش بالضرورة ان كل نص هتطلعوه هيبقى هو البرفكت، لكن على الاقل هنقدر نستفيد منه ببعض المصطلحات وبعض التكنيكس. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. Yeah.